السلام عليكم، معكم الأستاذ عادل مديرية إقليمية الحسيمة في درس السنة الثانية إعدادي. درس الاسم ديالو بعض المجسمات الفضائية. غادي نهضرو في هذا الدرس على ثلاث مجسمات. غادي نهضرو على المنشور القائم، غادي نهضرو على الهرم، وغادي نهضرو على المخروط الدوراني. غادي نهضرو على الهرم المنشور القائم، وغادي نهضرو كذلك على المخروط الدوراني. نبداو أولا، غادي نبداو بالمنشور القائم. المنشور القائم هو مجسم، يعني مجسم ثلاث أبعاد. غادي نشرحو المجسم لماذا يتكون. نبداو أولا هنا المنشور القائم، وصف المنشور القائم. المنشور القائم هو مجسم مكون من وجهين متوازيين قابلان للتطابق. شو معنى قابلان للتطابق؟ يعني إذا قطعناهم لصقناهم على بعضياتهم خصهم يكونوا متطابقان، يعني نفس الشكل، ويكونوا متوازيين، يعني ماشي واحد مايل واحد هكا، يعني خصهم يكونوا متوازيين بالضبط. يعني مثلا في هذا الشكل هذا هو واحد المنشور القائم. الوجهين القابلين للتطابق هما المثلث ار بي سي والمثلث او اف جي. المثلث ار بي سي ماشي ضروري يكون مثلث، دوك الوجهين يقدر يكون مثلث واحد الشكل رباعي، يقدر يكون كاع واحد الشكل خماسي كما ما يكون الشكل. مثلا اللي في هذا الشكل هذا كذلك حالة خاصة للمنشور القائم سميتو متوازي مستطيل القائم. الوجهين القابلين للتطابق هما مستطيلان، المستطيل ار بي سي دي والمستطيل او اف جي اش. المكعب كذلك هو منشور قائم، عنده وجهين قابلين للتطابق هما هذا المربع ار بي سي دي والمربع او اف جي اش. هادو تنديروهم بخطوط متقطعة غادي يجيو الداخل، يعني ما تيبانوش. داكشي اللي تيبان ترسمو بخط نيشان، وداكشي ما تيبانش ترسمو بخطوط متقطعة، يعني الشكل تيتسمى مثلا او اف جات داخل الشكل. عرفنا دابا القاعدتين. دابا في هذا الشكل هذا عندنا هذه ا بي سي و او اف جي، المثلث اللي تحت او اف جي هما القاعدتان، هما القاعدتان، هما كذلك قابلتان للتطابق ومتوازيتان. دابا نشوفوا الشق الثاني، أحرف جانبية متقايسة كل منها يمثل ارتفاع لهذا المنشور. هنا القاعدتين عبارة عن مثلثين، ياك يعني أحرف جانبية يكونوا ثلاثة. شكون هما؟ هما أو وسي جي وبي إف، لأن هنا عندي ثلاثي واحد مثلث. هنا عندي الشكل الرباعي، يعني يكون عندنا أربعة أحرف جانبية سي جي دي اش ا او و بي اف. هناك كذلك رباعي يكونوا اربعه احرف جانبيه. هذه اربعه احرف جانبيه خصها تكون متقايسه، ماشي مثلا واحد الحرف جانبي يكون فيه سبعه واحد يكون فيه ثلاثه، متقايسه بالضبط، وتسمى الارتفاع. يعني في هذه الحاله مثلا هذا بي اف هذا كامل من بي حتى اف هذا هو الارتفاع، هذا الارتفاع صافي. دابا والشرط الثالث شنو هو؟ الأوجه الجانبية كل منها على شكل مستطيل. ضروري الأوجه الجانبية تكونوا على شكل مستطيلات. يعني دابا هنا هاد كاين ثلاثة أوجه جانبية، كاين بي سي جي إف، وكاين أ سي جي أو، وكاين أ بي إف أو. ثلاثة أوجه جانبية، هادو ثلاثة منهم عبارة عن مستطيلات، هادو مستطيل. هنا كذلك هما القاعدتان، هذه الأوجه الجانبية هنا كاين واحد المستطيل، هنا هذا اللي هنايا هو دي سي جي اش مستطيل، وهذاك اللي داخل هو مستطيل، وهذا هنا مستطيل. هنا الأوجه الجانبية عبارة عن مربعات، ولكن المربع هو مستطيل في نفس الوقت. المربع هو مستطيل، العكس خطأ، المستطيل ليس دائما مربع، ولكن المربع دائما مستطيل. إذا هذا مثلا الوجه دي سي جي اش هو مربع، هو في نفس الوقت مستطيل. إذا دابا بقى لي نكتب هنايا شكون هما الأوجه الجانبية. الأوجه الجانبية هما هذا سميتو بي سي جي إف مستطيل، وضروري أربعة أجزاء مستطيل. كاين هذا أ سي جي أو، أ سي جي أو، وكذلك بقى لي واحد شكون هو ذاك الداخل أ بي إف أو، و أ بي إف أو هذه تتسمى الأوجه الجانبية.
يعني ثلاثة الحوايج كاين قاعدتان قابلتان للتطابق ومتوازيتين، كاين أحرف جاذبية متقايسة وتسمى الارتفاعات بحال بي اف، وكاين الأوجه الجانبية هي عبارة عن مستطيلات. دابا بغيت نعرف شو هي المساحة الجانبية ديال المنشور القاعدي، الطريقة كيفاش نحسبها. دابا نفترضو أنا معرفش طريقة، معرفش قاعدة، إذا شو خصني ندير؟ إلا مكنتش عارف الطريقة خصني نحسب مساحة المستطيل الأول زائد مساحة المستطيل الثاني زائد مساحة المستطيل الثالث إلى آخره، يعني مساحة الأوجه الجانبية. نفترضو بغيت نطبق هاد القاعدة، إذا كلهم عندهم نفس الارتفاع، نفس الارتفاع، غادي يختلفوا غير في العرض. إذا مساحة المستطيل الأول هي AB في H، الارتفاع نسميه H. مساحة المستطيل الثاني هي BC في H. مساحة المستطيل الثالث هي AC في H. إذا نقدروا نعملوا بH، إذا عملنا بH، شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا AB زائد AC زائد BC زائد AC. إذا هذا AB زائد BC زائد AC، إذا لاحظنا شكون هي؟ هي المحيط ديال القاعدة. إذا قلنا باختصار نقدروا نقولوا محيط القاعدة في الارتفاع. إذا المساحة الجانبية للمنشور القائم هي محيط القاعدة في الارتفاع. صافي؟ إذا مساحة جانبية، مساحة جانبية نقدروا نسميوها مثلا S، نسميوها SL، نقدروا نسميوها SL ولا AL، ونسميها فقط هي P في H. شنو هو هذا H هذا؟ هذا H هو الارتفاع. شنو هو هذا بي هذا؟ هو محيط القاعدة. محيط القاعدة. مازال. دابا الحجم. حجم المنشور القائم، شنو تنديرو؟ تنحسبو المساحة ديال القاعدة، تنحسبو المساحة القاعدة، وتنضربوها مباشرة في الارتفاع. يعني مباشرة في الارتفاع. في حاجة بسيطة، في هي بي في H. هاد بي هادي ماشي هي هاد بي هادي، هاد بي هي لاباز، مساحة القاعدة، تسمى مساحة القاعدة. هاد H هذا قلنا قبيلا شكون هو H؟ هو الارتفاع. دابا فقط نزيد نسمي هادو هما منشور قائم، هما حالة خاصة، نزيدو نكتبو السمية ديالهم. هذا شكون كيتسمى؟ كيتسمى متوازي المستطيلات القائم. هو منشور قائم، حالة خاصة بتوازي المستطيل القائم، هذا معروف سميتو مكعب. دابا غادي ندوزو، درنا أولا منشور قائم، غادي ندوزو ثانيا نشوفو الهرم والمخروط الدوران. دابا غادي نشوفو ثانيا، نشوفو ثانيا الهرم، وما نشوفو ثالثا المخروط الدوران. الهرم نشوفو الوصف ديالو، شنو هو الهرم؟ الوصف ديالو الهرم هو مجسم، ملي تنقولو كلمة مجسم يعني ثلاثة الأبعاد، هو مجسم له رأس وقاعدة على شكل مضلع وأوجهان. القاعدة على شكل مضلع، مضلع ديك القاعدة تقدر تكون مثلث، تقدر تكون واحد الشكل رباعي، تقدر تكون واحد الشكل خماسي، المهم شي مضلع، ولكن الأوجه الجانبية ضروري على شكل مثلثات. في المنشور القائم كنا شفنا قبل بأن الأوجه الجانبية خاصها تكون على شكل مستطيلات. في الهرم الأوجه الجانبية عبارة عن مثلثات. مثلا غادي ناخذ هنايا A B D C، هذا A B D C هو هرم، هذا الهرم الرأس ديالو هو A، القاعدة ديالو هي B C D، والأوجه الجانبية ديالو هي ثلاثة المثلثات. شكون هما ثلاثة المثلثات؟ هما المثلث A B C، المثلث A D C، والمثلث A B D. إذا كاين ثلاثة ديال المثلثات. إذا دابا هنايا غادي نكتبو بما هاد البي سي، هادي البي سي تتسمى القاعدة. هاد A هذا، هذا الرأس. الأوجه الجانبية كاين هنايا ثلاثة الأوجه الجانبية، هو كاين A D C كلهم تيشتركو في A، و A
B, C, و A, و A, D, B. و A, D, B. هذه الأوجه الجانبية. الأوجه الجانبية. صافي؟ دابا باقي لنا هو الشكل سميتو. هذا الشكل هذا سميتو الهرم. وبما أن القاعدة ديالو عبارة عن مثلث، عنده سمية أخرى. نقدروا نسميوه الهرم. وخدو اسمه كذلك رباعي الأوجه. إذا هذا الشكل كامل هذا هو هرم أو رباعي الأوجه. فقط تنقول رباعي الأوجه متى يكون عندنا هرم قاعدته مثلث. صافي؟ إذا بغينا نعرفوا الارتفاع ديال هذا الهرم هو تجربة الإسقاط العمودي لأس الهرم على القاعدة. صافي؟ هذه الساعة تنعرفوا الارتفاع والمسافة الرابطة ما بين رأس الهرم وديك نقطة الإسقاط، ديك نقطة ديال الإسقاط. دابا نشوفوا هرم آخر هو هذا الهرم الأول قاعدته مثلث، الهرم الثاني قاعدته عبارة عن واحد الشكل رباعي، إذا في هذه الحالة القاعدة ديالو هي هذه، هي واحد الشكل رباعي A B C D هي القاعدة. الرأس هو S. الرأس دائما تيكونش ينتمي لمستوى القاعدة، تيكون مثلا القاعدة هنايا، الرأس ما تيكونش داخل مستوى القاعدة، تيكون خارج من مستوى القاعدة. صافي؟ هاد S تسمى رأس الهرم. هذا ما نقدروش نسميوه رباعي الأوجه، هذا فقط نسميوه هرم. الأوجه الجانبية كامل تيتشكل في S، إذا هو عبارة عن مثلثة، يعني S B C و S A B و S A D و S D C، هذه الأوجه الجانبية. صافي؟ دابا عرفنا شنو هو الوصف للهرم. دابا نشوفوا المساحة الجانبية للهرم. كيفاش تكون المساحة الجانبية؟ بدنا في المشروع القائم قلنا محيط القاعدة في الارتفاع، هنا بالنسبة للهرم ما عندناش طريقة كيفاش نحسبوا، شنو تنديروا بصفة عامة؟ تنجمعوا المساحة ديال المثلثات اللي كاينة في الأوجه الجانبية. إذا المساحة الجانبية للهرم نقدروا نسميوها اس ال، اس ال المساحة الجانبية للهرم. تساوي مجموع مساحات الأوجه الجانبية، مجموع مساحات الأوجه الجانبية. دابا نشوفوا الحجم ديالها، شوفوا الحجم ديالها، الحجم ديال كنا درنا قبل الحجم ديال المنشور القائم، وقيل بأن في حجم المنشور القائم درنا مساحة القاعدة في الارتفاع. هنا الحجم ديال الهرم هو مساحة القاعدة في الارتفاع ولكن مقسومة على ثلاثة. إذا نديرو واحد على ثلاثة، يعني بحال تنقولو مقسومة على ثلاثة في بي في اش. هاد بي هادي ماشي هي بي هادي، هاد بي هي مساحة مساحة القاعدة. صافي؟ دابا نشوفوا ثالثا المخروط الدوراني. المخروط الدوراني، وصف المخروط الدوراني. المخروط الدوراني هو مجسم مولد بدوران مثلث قائم زاوية حول درع من درعي الزاوية القائمة. حول درع من يعني تيكون عندنا واحد المثلث قائم الزاوية، تيكون عندنا شي مثلث قائم الزاوية، المثلث قائم الزاوية نفترضوا هذا مثلث قائم الزاوية، تنبقاو ندورو هذا المثلث قائم الزاوية، شوف ملي تندورو تعطينا المخروط الدوراني، هذا كي تيديرو الدوري الصغار في الله زيرو ملي تيكون عيد ميلاد، هذا حتى هو مخروط دوراني، هي بحال هكا تندورو هذا ملي تيشكلو تعطينا مخروط دوراني، إذا في الشكل ها هو المخروط الدوراني، تيجي تقريبا بحال هكا نفس الشكل ديال تيجي هنايا، هنا تكون عندنا واحد الدائرة في القاعدة، وتيكون عندنا الشكل بهذه الطريقة هذه،
هذا اللي تيكون هنا في الجنب اللي تربط ما بين الراس ونقطه من الدائره، هاد الا تيتسمى العامل. العامل والصوص يتسمى تسمى صف العامل صافي. هاد الاش هذا، هاد الاش، هاد الاش الارتفاع، هاد ار هذا كلشي تيعرف شنو هو ار. ار هو الشعاع، ار هو الشعاع. دابا غادي نشوفوا المساحه الجانبيه. غادي نشوفوا الحجم. المساحه الجانبيه نسموها مثلا نسموها اس ال. المساحه الجانبيه هادو اللي سميناهم الثلاثه غادي نستعملوهم باش مثلا نستعملوها في المساحه الجانبيه. هو هي بي، بي تقريبا بي تساوي 3.14 تقريبا قيمه مقربه، في ا في العامل في ار. صافي هذه هي المساحه الجانبيه، هي بي في العامل في الشعاع. الحجم في هو تلاحظوا بان المخلوط الضوئي تقريبا بحالو بحال الهرم. اذا الحجم ديالو هي مساحه القاعده في الارتفاع مقسومة على ثلاثة. إذا نكتبوها ونشوفوا النتيجة فيها، واحد على ثلاثة في بي في اش. ولكن هاد بي هادي نقدرو نحسبوها لأنها هنايا عندنا دائرة. مساحة الدائرة هي بي في ار أس ثيتا. إذا نقدرو نكتبو في يساوي واحد على ثلاثة في بي في ار أس اثنان، هذه مساحة القاعدة في الارتفاع. دابا غادي ننتقلوا نشوفوا واحد شي تمرين اللي نحاولوا ما امكن نستعملوا فيه هذه الخاصيات اللي شفنا في هذا الدرس. دابا غادي نشوفوا واحد التمرين اللي نحاولوا ما امكن نطبقوا فيه الخاصيات هذو اللي درنا. عندنا في التمرين في الشكل الجانبي هذا الشكل، هذا هذا الشكل عندنا عطونا المعطيات ا بي تساوي 3 سنتيمتر، ا سي تساوي 4 و ا او تساوي 8. السؤال الأول ماذا يمثل الشكل؟ هذا السؤال الأول ماذا يمثل الشكل؟ السؤال الثاني احسب مساحة القاعدة، يعني إما مساحة مثلث أ بي سي ولا مساحة مثلث أو إف جي لأنهما قابلين للتطابق، عندهم نفس المساحة، واحسب حجم المنشور. نفترض أن بي سي تساوي 5 سنتيمتر، واحسب حجم المساحة الجانبية للمنشور، واحسب في السؤال الأخير احسب حجم واحد الهرم غادي يكون للداخل، ومن بعد غادي نشوفوا. غادي نبداو في حل التمرين. حل التمرين اولا ندير اولا السؤال الاول هو ما اسم هذا الشكل، ما اسم هذا المجسم. شفنا في الخاصيه دابا شفناها وبسيط، هو منشور قائم. المجسم هو منشور قائم، المجسم هو منشور قائم. السؤال الاول واضح. نشوفوا السؤال الثاني. السؤال الثاني تيقول احسب مساحه القاعده. دابا نشوفوا اول حاجه شكون هي القاعده. القاعده اما ناخذ المثلث ا بي سي ولا المثلث او اف جي. اذا مساحه المثلث بصفه عامه حتى هو هي القاعده في الارتفاع مقسومه على اثنان. اذا نحسبوا مساحه القاعده نقدر نسميها اس ا بي سي. شو معنى اس ا بي سي؟ يعني مساحه المثلث ا بي سي. عندما يكون المثلث قائم الزاويه دوك الدرعين اللي تيشكلوا زاوية قائمة، واحد فيهم تنعتبره هو القاعدة، واحد هو الارتفاع. إذا المثلث أ بي سي قائم الزاوية في أ، نقدر نعتبر بأن أ بي هي القاعدة، و أ سي هو الارتفاع. إذا مساحة المثلث أ بي سي هي أ بي في أ سي مقسومة على اثنان. ندير بين قوسين، علاش؟ لأن أ بي سي قائم الزاوية.
قائم الزاوية في ار. اذا دابا غادي يجي التثبيت عدد، التثبيت عدد اس ار بي سي، يعني مساحة المثلث ار بي سي اللي هو مساحة القاعدة ار بي تساوي 3، 3 في 4 مقسوم على 2، 3 في 4 هي 12 مقسوم على 2 هي 6، إذا اس ار بي سي تساوي 6 سنتيمتر مربع، ما نساوهاش سنتيمتر مربع، صافي؟ نقدروا نزيدو حتى هنايا، نزيدو نقدروا نزيدو على الوحدة 3 سنتيمتر في 4 سنتيمتر مقسوم على 2، سنتيمتر في سنتيمتر يعني سنتيمتر مربع، المساحة تحسب سنتيمتر مربع. دابا نشوفوا السؤال الثاني اللي هو احسب حجم المنشور. السؤال الثالث احسب حجم المنشور، ثالثا حجم المنشور V تساوي، عندنا بصفة عامة لأن القاعدة بأن حجم المنشور هو مساحة القاعدة في الارتفاع. إذا نقدر نكتبها بالاستئناس، مساحة القاعدة في الارتفاع، صافي؟ إذا مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة حسبناها هي 6، هي اس ار بي سي، الارتفاع هو ا او، هو بي اف، هو سي جي، وهو منطقة اي سي، إذا نكتب شرح فيهم، في ا او، في تساوي، مساحة القاعدة هي 6 سنتيمتر، 6 سنتيمتر مربع، في ا او هي 8 سنتيمتر، 6 في 8 هي 48 سنتيمتر مربع في سنتيمتر، يعني أس 2 أس 1 تعطينا أس 3، يعني سنتيمتر مكعب، والحجم تتحسب في وحدة وتديرها مكعب، صافي؟ هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، نفترض أن بي سي تساوي 5، نفترض أن بي سي تساوي 5، هما نقدروا نبينوا لأن بي سي تساوي 5، نقدروا نبينوها بلا الافتراض. لماذا نقدروا نبينوا بأن بي سي تساوي 5؟ كمراجعة، درنا واحد الخاصية قبل في هذا الثاني إعدادي، درنا مباراة فيثاغورس، نقدروا نقولوا لدينا أر بي سي مثلث قائم الزاوية في أ، إذا حسب مباراة فيثاغورس المباشرة، بي سي أس 2 يساوي أر بي أس 2 زائد أسي أس 2 يساوي 3 أس 2 زائد 4 أس 2 اللي هي 9 زائد 16 تساوي 25، شكون هو العدد أس 2 يعطينا 25؟ هو 5. دابا حنا نفترضوا بأن نستعملوا هذه المعطيات بأن بي سي تساوي 5، احسب المساحة الجانبية. نرجعوا للتذكير، المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع، المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع، إذا اس ال تساوي بي في اش، هذا بي شكون هو؟ هو محيط القاعدة، إذا اس ال، دابا القاعدة هي عبارة عن مثلث، مثلث ار بي سي، إذا نقدر نكتبو ار بي زائد ا سي زائد بي سي في الارتفاع في اش. إذا اس ال تساوي ار بي هي 3 ا سي 4 و بي سي 5، 3 زائد 4 زائد 5 في اش هي 8، إذا اس ال تساوي 3 زائد 4 هي 7، 7 زائد 5 هي 12، 12 في 8، نحسبوها 12 في 8، ماذا نقدروا نقولوا 10 10 في 8 هي 80، 2 في 8 هي 16، إذا 96. المساحة تحسب بالسنتيمتر مربع، سنتيمتر مربع. قلنا السؤال الأخير، السؤال الأخير هو السؤال 5،
سؤال خمسة قال لنا احسب حجم الهرم ا او اف جي. اذا دابا هنايا عندنا واحد راسها هو ا, انا نقول هنايا هي اف, هرم نفس هذا الشكل عندنا واحد هرم نفس الشكل صافي كيبان هذا الهرم هو ا او اف جي. اذا حجم الهرم بصفة عامة, حجم الهرم هو مساحة القاعدة في الارتفاع مقسومة على ثلاثة. اذا غادي نكتب في ديال ا او اف جي هو واحد على ثلاثة في مساحة القاعدة, هي نفس المساحة اللي كتبناها هنايا, هي اس ديال المثلث او اف جي في الارتفاع هو نفس الارتفاع. اذا يساوي واحد على ثلاثة في هاد الاس اللي كنا حسبناها شحال خرجتنا, ستة, في الارتفاع هو 8 سنتيمتر مكعب. اذا واحد على ثلاثة في ستة تساوي اثنان, اثنان في ستة عشر في ثمانية تساوي ستة عشر سنتيمتر مكعب. هذه هي في ا او اف جي ديال المكعب. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحصة, الحصة ديال بعض المجسمات الفضائية. الى حصة اخرى ان شاء الله, او تجيبوا مثلا في مكان التلاميذ, جيبوا الشطار وسيلوا وعاودوا الفيديو عاوتاني مثلا من الاول اذا كنتوا عندكم امكانيه تعاودوا الفيديو, وسجلوا هذه الملاحظات كامله, ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.